مساكم الله بالخير وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلام وسعادة. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. حلقة جديدة وأخيرة قبل شهر رمضان المبارك، سنتوقف خلال فترة شهر رمضان المبارك وإن شاء الله نعاود الالتقاء بكم بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. نرجو لكم صياما مقبولا ودعوات مقبولة وأيام سعيدة وجميلة وروحانية يا رب. موضوعنا الأول اليوم في هذه الحلقة الذي سنتحدث عنه ونحن على أبواب الشهر الفضيل وعلى أبواب رمضان، هذا الموسم، الموسم الرمضاني على مستوى الإعلام وعلى مستوى الدراما والكوميديا، على مستوى الفن إجمالا، تحضر كثير من الأعمال والمسلسلات خلال شهر رمضان المبارك، بل أنه في تسابق من قبل المنتجين والفنانين لعرض أعمالهم خلال شهر رمضان المبارك. السؤال الذي يتكرر في كل موسم لعرض هذه الأعمال، ما تقييمنا للواقع الفني الموجود اليوم على مستوى الدراما والكوميديا، وإلى أين يسير، وما الذي نريده في المستقبل من هذا لدينا في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص وفي الفن والدراما العربية إجمالا؟ للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيف الكريم معي هنا في الاستديو، الأكاديمي والمخرج والكاتب المسرحي الأستاذ رجا العتيبي. أستاذ رجا مساء الخير، شكرا لقبولك الدعوة وكل عام وانت بخير. الله يحييك ويبرك، يا أهلا بك، وانت بخير إن شاء الله. اليوم إذا نبغى ناخذ، خلنا ننطلق من السعودية اليوم، تمام. إذا نبغى ناخذ رؤية، أنت اليوم قريب من المشهد الفني تكاد تكون في عمق التفاصيل، نعم. إذا نبغى ناخذ رؤية حوله، هذه الرؤية كيف تقدم؟ والله شوف، أنا أقدمها في أهداف متعارضة، كويس، على قريب منهم، وطبعا أتحدث بشكل موضوعي وفي نفس الوقت غير منحاز لحد. أهداف متعارضة، لما احنا نشوف الممثل أهدافه لقمة العيش، تمام، المنتج تعظيم الربح، لا أقول الربح، تعظيم الربح. القناة التلفزيونية التجارية هدفها إعلان، القناة التلفزيونية الحكومية هدفها تغطي فترة، تمام. بالنسبة للمشاهد ما يعتد برأيه، بالنسبة للناقد غير مسموع صوته، أهداف متعارضة. وين الحق المفقودة هنا؟ العمل الفني من هو اللي يعمله؟ ما في أحد، لأن كل واحد مشغول بأهدافه. العمل الفني كعمل فني متكامل متميز مرضي، هذه الحلقة المفقودة اللي ما ليس هدف أحد. طيب بوقف عند ثلاث نقاط. أول شيء الناقد، ليش غير مسموع صوته؟ غير مسموع صوته لأن يعني غالبا ما يواجه، خلينا نقول تنمر، يعني حقيقة أول ما يقول ناقد يعني بيجي ضغوطات. من مين؟ من أصحاب اللي من اللي أنه يؤثر على أهداف المجموعة، يعني يؤثر أصحاب على العمل نفسه، لقمة أصحاب العيش، المسلسل يؤثر على لقمة العيش ويؤثر على الربح. لما أنا أنتقد مثلا ممثل معناه أنه ما راح يعمل، معناه هذا النقد راح يؤثر عليه وبالتالي ما راح يكسب. لما أنا أسوي نقد للمنتج ما راح تأخذ أعماله، ماشي، لما فبالتالي هذا الناقد قاعد يؤثر على، خلنا نقول، امتيازاتهم أو مكاسبهم أو أهدافهم، وبالتالي ما راح أحد. لماذا؟ لأن ما راح يخلوه ولا ما راح يسمعوا له، لا ما راح يسمعوا له أبدا، ويواجه ضغوطات. احنا طبعا نواجه ضغوطات، انا اعرفهم يعني شخصيا، يواجه ضغوطات من مين؟ من الممثلين، من المنتجين، اما من الممثلين، من اصدقاء الممثل او اصدقاء المنتج او حتى اصدقاء القناه، تمام، يواجه ضغوطات، بالتالي ما في حد ناقد. انا اتكلم من الواقع وليس من مكاتب الجامعات. وش اشكال الضغط هذه؟ وش اشكال الضغط او التنمر يعني اللي يواجهه؟ اشكال الضغط ممكن يقول لك انت لا تتكلم، ما لك اي علاقه في عملنا، ولا يعني، او يكون هو نفسه عنده اعمال معينه فيواجه ضغوطات اخرى، يعني انت تنتقدنا، احنا نقدر ننتقدك، ترى في مجال تكشف ملفاته القديمه لما كان ممثل فاشل مثلا، لما كان ممثل يعني زي كذا. واجهتها انت شخصيا؟ لا انا شخصيا لا، انا ما يعني انا لم اتطرق بشكل، انا انتقد بصفه عامه، لا انتقد اشخاص معينين ولا طيب. لم واجه، لكن انا واجه زملاء اعرفهم وناس تركوا النقد اصلا، قال خلاص انا برا اللعبه هذه تماما. بس انا ابغى اوصل الى الان، نشوف الاهداف المتعارضه هذه، تمام، الناقد قاعد يضرب هذا الهدف وبالتالي طبعا يتاثر شخصيا، لكن عندنا لم ولا لهم يعني ما لهم يد او ما يقدرون
انهم هم اللي يعملون العمل الفني بشكل جميل. ما يقدرون مجرد ممثل او ناقد او مثلا طبعا منتج او قناه، لكن من يعمل او هذه حلقه مفقوده، من يتولى الهدف، هدف العمل الفني الجميل. طيب قلت الممثل هدفه لقمة العيش، معقول أنه هذا الهدف الوحيد اللي موجود الممثل اليوم أنه ما يشيل هم أنه يقدم عمل جيد؟ نعم، أنا سألت ممثلين وممثلات قلت ليش أنت تقبل بهذا العمل الهزيل؟ قال أنا لو أجلس أنتظر النص قعدت فترة طويلة، أنا لازم أشتغل ولازم أيضا حضوري يكون موجود، ما أغيب. لما أنا ما أعمل أكون يعني طبعا أغيب، وبالتالي ما يتم اختياره في أي عمل ثاني. هذا واقع، أتكلم عن الواقع أنا، ترى هم يعرفون كلهم هذا الشيء. أنت تتكلم على النسبة الأكبر، على الأغلبية، طبعًا على البعض، طبعًا على الأغلبية. أنا ما طبعا أعمم بالتأكيد، أنا ما أعمم أكيد، أنا أقول لك الأغلبية أو هذا الواقع. وبالتالي إحنا عندنا نقطة مهمة، لا خل الممثل، إحنا عندنا من يهتم بالعمل كعمل متكامل فني، ما في أحد هذا يعني هدفه. الآن كل واحد قاعد يعيش على هدفه، أهداف متعارضة. الحلقة المفقودة العمل الفني ضاع في ظل هذه الأهداف، ضاع العمل الفني الجميل أقصد. طيب اليوم إذا أنت تقول الممثل والمنتج والقناة والمشاهد والناقد كل واحد عنده هدف من الأهداف اللي ذكرتها، نعم، ما لها علاقة بجودة العمل، الله عليك، مين اللي مفروض يهتم بجودة العمل؟ ممتاز جدا. نعم، اللي يهتم فيه هي المؤسسات الحكومية اللي تؤسس وعي بقيمة العمل الدرامي المتميز. لماذا؟ لأن ليس لها علاقة بهذه الأهداف، عندها الهدف العمل المتميز هي اللي يفترضكم، هي الحلقة المفقودة. هذا اللي بوصل له، بالعكس سؤالك جيد. يعني مين تقصد؟ القنوات يعني مثلا هيئة مثلا التلفزيون، القنوات روتانا، الام بي سي، التلفزيون السعودي، هذه اللي ما عندهم، ما يبحثون عن لقمة العيش ولا يبحثون عن الربح وتعظيم الربح، وما لهم علاقة في موضوع النقد. هؤلاء المؤسسات الكبرى هي المعنية اصلا بإيجاد العمل المتميز بشكل كامل. يعني خلينا نقول يضعون أنظمة استجابة، تكلمنا عنها، أنظمة استجابة معينة إدارية بحيث أنهم يرتقون بهذه الأعمال، لأنهم بعيدين عن الأهداف. من حق الممثل حقيقة أنه يبحث عن لقمة العيش ويسوي عقود ويشتغل دائم، إحنا ما نقول لا، من حقه يعني، لكنه ما نحمل فشل العمل أبدا. بس إذا والممثلات بس إذا تسمح لي أستاذ رجاء، يعني ليش يعني أفهم من كلامك أنه المقارنة أنه اليوم عشان تحقق لقمة عيش أنت لازم تقدم عمل هزيل، وش اللي يمنع أنه يكون عمل جيد ويحقق لقمة عيش ويجيب إعلان ويحقق كل الأهداف؟ ممتاز. هذه الممثل أو الممثلة يتمنون أنك تضعهم في محتوى متميز، أمنية لهم، أمنية، ما حد يقول لا، هم بالعكس يبحثون، لكن إذا مو موجود يضطرون إلى أي عمل عشان يثبت حضورهم ويثبت أيضا مكاسبهم يعني، وهذا حق، وهذا حق مشروع لهم. طيب يعني اللي أفهمه من هذه الرؤية اللي قدمتها العامة أنه أنت ترى أنه الأعمال الدرامية المقدمة اليوم ما زالت أقل من المبلغ. نعم، لأن الهدف الرئيسي، الهدف المتميز، لم أصحابها أو المعنيين بالشأن الهدف المتميز لم يقوموا بدورهم، اللي هي المؤسسات المعنية بالدراما، يعني التلفزيونات، القنوات الفضائية، لم تقوم بدورها. يعني هذا هو الدور، مو معقول أن هذه الجهة التلفزيونية أيا كانت طبعا عندهم المحتوى ضعيف أو ما يعون هذه المشكلة، إحنا نعيها موجودة، ما يعون هذه المشكلة، بالتالي لابد يضعون يعني خلينا نقول أنظمة بشكل أو بآخر ترتقي بهذا الأعمال ويضعون هذا الممثل في أفضل صورة له. طيب المشكلة اليوم في فكر المؤسسة اللي تقدم الأعمال الدرامية، نعم، ولا المؤسسات عندها الفكر بس ما لقيت كاتب النص الجيد؟ لا، وين الأولوية في الموضوع؟ المؤسسات أنا بالنسبة لي أحملها المؤسسات المعنية بالدراما، لأن مو معقول إحنا نحمل الدراما ممثل بالعكس يقول أنتم يعني ضعوا لي أفضل، يعني ضعوني في أفضل صورة، أنا موجود معكم حتى يمكن مقابل أقل، ما عندهم أي مشكلة، المخرج ما عنده أي مشكلة، الكل، لكن ما في نظام قاعد ينتقي المبدعين وقاعد يضع تصور كامل، هم المعنيين حقيقة. طيب ثانية كم أنا أحملهم المسؤولية؟ تحملهم المسؤولية بنسبة، نعم، كم؟ بنسبة 100%. 100%. طيب 100% هذه تعني أنه لدينا كاتب جيد، نعم، ولدينا، نعم، ممثل جيد، نعم، ولدينا منتج جيد، نعم، ولدينا مخرج جيد، نعم، ولدينا بيئة جيدة، نعم، بس لدينا فكر مؤسسي في الدراما غير جيد. نعم، هذا هو، نعم، هذا اللي تقصده. نعم، ويحتاجون إلى تطوير آخر، لأنهم هم قاعدين يشوفون، لأنه هو الآن مثلا يعني
يحتاجون آباء مؤسسين يؤسسون وعي دراما في هذه القنوات. أنا متأكد كل شيء. طبعا على فكرة موجودين محتوى، إدارة محتوى في كل القنوات موجودة، أنا ما أقول لك لا طبعا، وقاعدين يجتهدون، لكن ما وصلوا إلى المرحلة اللي تخلي أو تضع هؤلاء أصحاب الأهداف يحققون أهدافهم بارتياح تام. رجل العتيبي في هجوم شرس على إدارات القنوات، هي وجهة نظرك ورأيك اللي يقدر ويحترم وأكيد يقبل الاتفاق والاختلاف. بالضبط. طيب اليوم اللي استشفه من كلامك شيء جديد، ألا وهو أنه دائما نسمع عن أزمة نص أزمة نص أزمة نص، بس أنت تؤكد اليوم أنه ما عندنا أزمة نص أبدا، لا أزمة نص ولا أزمة ممثل ولا أزمة مخرج. طيب ولا طيب أزمة هل منتج يعني كلهم موجودين، بالعكس إحنا الآن في أفضل حالاتنا درامية. طيب هل يعني أنه لدينا كتاب يقدمون نصوص جيدة إلى إدارات القنوات وهي ترفضها؟ لا أشوف أقول طبعا كلمة ترفضها لا، بس ما في نظام استجابة يقدر يفرز النصوص الإبداعية الحقيقية. يعني تخيل يعني في كتاب في إدارات محتوى تأتي بموضوع مثلا خلنا نقول موضوع سعودي ويستكتبون كتاب غير سعوديين، يعني مو معقول، هذا غير معقول. إذن فيه خلل في إدارات المحتوى. يعني موضوع سعودي لا بد يكتب سعودي، يعني ما مكان يعني لو كان موضوع عام أو ثقافي وكذا بالعكس. إحنا طيب سوق السعودية الدرامية بالعكس مفتوحة للجميع وليس على ناس، بس إحنا نقول في ظروف معينة نحتاج الكاتب السعودي. الكتاب الجيدين وينهم؟ يعني ما حد يروح لهم ولا هم يقدمون أعمال وترفض؟ النظام الموجود في القنوات أيوة. غير دقيق في إنه يقدر يفرز النصوص المتميزة من غير المتميزة. أحيانا تقفز نص ضعيف على نص متميز. ليش؟ لأن السيستم ما هو دقيق في عملية اختيار المواهب حتى على مستوى اختيار الممثلين. طيب ليش يتم تكرار الممثلين؟ في عندنا سيستم مشكلة فيه. ليش يتم تكرار؟ طيب أخطأنا هذه السنة نفس العامل طبعا اللي بعده نفس الخطأ نفس الأخطاء. طيب ليش؟ إذن هذا السيستم يحتاج إلى إعادة غربلة على أساس أنه يقدر يفرز وما في قفزات غير طبيعية تحدث سواء على مستوى الممثلين أو على مستوى النصوص تحديدا. طيب هذا وجهة النظر هذه تخص فقط وضع الدراما في السعودية ولا تنسحب أيضا على الخليج والعالم العربي؟ ايش كيف تقيم؟ طبعا انا بالنسبه لي بحكم اني قريب من وضع دراما في السعوديه اقول تنسحب على، انا كل كلامي على السعوديه. الخليج اتوقع انها قريبه بشكل او باخر، حتى العالم العربي انا اكون اشكاليه في الاعمال الدراميه، اتوقع انها نفس النظام. النظام الدقيق اللي يقدر يفرز ويقدر يستجيب للمبدعين سواء نص او ممثل انا اقول انه غير موجود. عشان كذا انا دائما ادعو كررتها كثير انظمه استجابه، طبعا يمكن ما هو الوقت نتكلم عنها، لكن على مستوى الاداره على مستوى الموارد البشريه على مستوى المبدعين على مستوى طبعا المحتوى مبدعين المحتوى، يعني زي كذا في اشياء كثيره يعني، بس يمكن المجال ما هو. طيب على مستوى الدراما العربيه حتى مع التجارب الكبيره التاريخيه اللي جالسين نشوفها، الواقع اليوم يقول انه يعانون نفس الاشكاليه الموجوده عندنا؟ طيب من وجهه نظرك لا، انا اقول لك شوف اي عمل كبير وفخم أيوة. عمل متميز تجد خلفه جهه حكوميه حقيقة دعمت بمبالغ، اختارت ناس، أتت بمبدعين، ولا كان الرأي لمنتج يهدف إلى تعظيم الربح فقط، أو ممثل والله يبغى طبعا يعمل عقد هذه السنة في رمضان، لأنه إذا ما عمل العقد في رمضان اختفى. بالعكس يعني هو من حق أنه يعمل ويشتغل في أي وقت، لكن أحيانا طبعا الظروف ما تساعد، لكن جميع الأعمال المتميزة مدعومة. يعني خلنا مثلا يعني عمر بن الخطاب مثلا، معاوية مثلا، هذه المسلسلات كلها كبيرة مدعومة من الجهات من جهات كبيرة لا تهدف إلى الربح، فبالتالي تظهر عندنا أعمال متميزة جدا. احنا نحتاج إلى هذه الجهات أنها طبعا عملت هذه الآن طبعا الأعمال، نبغى حتى الأعمال المحلية أيضا يكون فيها دعم مؤسساتي. طيب دعم مؤسساتي. طيب نفتقر إلى الفنان المثقف ولا لا؟ لا لا موجودين، لا لا أنا ما عندنا مشكلة الآن خاصة في المرحلة هذه الآن، عندنا المثقف، عندنا يعني المنظر، عندنا المبدع، عندنا المتميزين كلهم على مستوى الساحة. أنت شوف شبابنا كيف الإبداع، يمكن إحنا ننافس يعني خليجيا وحتى عربيا وحتى دوليا. إشكالية أنا أقول أن العمل المؤسساتي يحتاج إلى إعادة صياغة ويحتاج إلى يعني أنظمة تختلف. طيب إحنا نبغى نغير أنظمة، لازم تتغير أنظمة. ليش الآن منتج مثلا واحد يأخذ مثلا مبلغ كبير وحده؟ ليش ما يوزع مثلا، يعني هذا الآن مثال بسيط أقول لك الآن، ليش ما يوزع ما قبل الإنتاج
تاخذ الشركه، اثناء الانتاج تاخذ الشركه، البوست برودكشن تاخذ الشركه. ليش واحد هذا اللي ماخذ كل المبلغ منتج هذا بهدف لتعظيم الربح ما راح يعطي؟ تقصد منتج ياخذ كل المبلغ على الاعمال اللي تصير ولا على عمل واحد؟ لا لا على عمل واحد. انت تبغى اكثر من منتج في العمل؟ نعم ممتاز، اكثر من منتج، واتح الفرصه للمؤسسات الشباب وللمنشات الصغيره، حتى ايضا احنا قاعدين ناسس ايضا طيب ناسس بنيه تحتيه. ليش ما عندنا لا منتج او منتجين فقط؟ ليش؟ هذه مشكله، مشكلة كبيرة. يعني ليش ما عندنا 30-40 منتج ومنشآت صغيرة وكل منتج متخصص؟ حتى في الملابس مثلا هذا يأخذ الإنتاج كامل، مو الشخص الكبير اللي يأخذ. ليش؟ هذا يحتاج لتعظيم الربح، بيعطيهم أقل أو يجيب يعني فريلانسر يجيب أي شيء، ما راح يجيب مؤسسات. فهنا أقصد نظام المؤسسة التلفزيونية هذه أيا كانت أو الفضائية، تضع هذا العمل على مستوى المؤسسات وتتعاقد معهم، بالتالي انت قاعد تخدم الجميع وقاعد تؤسس لبنية تحتية. مو واحد طيب راح الواحد هذا المنتج انهار عندنا الانتاج الدرامي، تمام؟ يعني هذه طبعا واحدة منهم أنظمة الاستجابة. اعطني مواصفات العمل الدرامي الجيد الناجح اللي تشوف اليوم انه اذا مشينا على هذه الاسس سيكون لدينا تأسيس لعمل درامي ناجح. 1-2-3 والله لا شوف، العمل الدرامي هو نتيجة تمام، هو نتيجة. الجانب الإداري للمؤسسات هو اللي قاعد ينتج لك العمل الدرامي بكل تفاصيله. يعني العمل الدرامي ما راح ينجح الواحد بدون خلفية إدارية، بدون دعم، بدون أشياء كثيرة، لأنه قاعد يجتهدون الشباب الآن، المخرجين يجتهدون، المنتجين يجتهدون، كل أحد يجتهدون، لكن ما في أرضية إدارية مؤسساتية كاملة حتى على مستوى العقود. يعني حتى أنا أكلمك على مستوى العقود فقط اللي هي التعاقدات البينية، فيها مشاكل كبيرة. في المنتج ما يعطي حقوقهم، الناس تعطي حقوقهم، وبعدين من الجائلة لما أنا ما أقدر أخذ حقي. الإنسان يعني الممثل تلقاه واضع يده على قلبه بس يأخذ حقه ولا ما يأخذ بعد ما ينتهي العمل. يعني هذا يعني على مستوى يعني البيئة العدلية أيضا لابد تكون موجودة. هذا عمل مؤسساتي طبعا. طيب أنت اليوم عمل الممثل، أنت اليوم أستاذ رجاء، لو واحدة من الإدارات القنوات أو الجهات اللي حتنتج مسلسل معين جابوك وقالوا لك تعال أستاذ رجاء جلس معنا على الطاولة، تمام، إحنا راح نسوي عمل لرمضان، كيف نسوي عمل ناجح؟ اعطنا الخلطة، الخارطة، الطريقة. 1-2-3 لا، هو العمل ناجح هنا هذا موضوع آخر. أنا بتكلم كيف نضع نظام إداري. العمل الناجح يجي بشكل تلقائي، ما يحتاج نعمل. طيب وشو كيف نضع؟ قلت لك النظام الإداري أول شيء هم في عندنا إدارة كاملة، خلنا نسميهم آباء مؤسسين للوعي الدرامي، وهم المعنيين بنشوء بتطور الحركة هذه من خلال أنظمة الإدارة، من خلال الأنظمة العدلية، من خلال طبعا الميزانية، خلنا عندنا الرقابة. خلنا ناخذها بشكل واضح. أنت تقول واحد خلوا عندنا بيئة عدلية جيدة بحيث أنه كل ممثل وشخص في العمل يأخذ حقه كاملا في وقته اللي يستحقه. بالضبط. حلو. اثنين أنه معايير الدراما لابد ترتفع، ما يقبل بأي شيء. المعايير من اللي يضع المعايير؟ ما راح يضعها الممثل أو المخرج أو المنتج حتى، بالعكس المنتج يمكن ما يتعامل بالمعايير، ما يضع المعايير إلا المؤسسات، ويكون في اتفاق، لأن هذا كل عمل سعودي وهذه واجهاتنا الحضارية. المعايير اللي هي إيش؟ الفكرة، النص، الحوار، السيناريو. نعم هذه كل المعايير الفنية للنص. وأتمنى يكون في اتفاق بين القنوات، لأن إحنا قاعدين نتكلم باسم الدولة وليس باسم القناة، وبالتالي إحنا قادرين طبعا ننهض في ظل اقتصاد قوي، في ظل دولة مؤثرة على مستوى العالم. ليش ما نتطور طيب؟ ليش هنا عندنا مشكلة؟ إذا إحنا عندنا مشكلة لابد نتوافق مع الرؤية، نتوافق مع مكانتنا الدولية. نعم. جميل. طيب إذا أسسنا بيئة عدلية جيدة للفن، تمام، وأسسنا معايير عالية للدراما، نعم، نسير عليها بشكل جيد، في شيء ثالث ولا هذه الاثنين والله تعتبر أساس؟ لا هذه باختصار أساس. بالتالي شفت العمل هذا المتميز حق رمضان، تقول بيطلع تلقائي، بيطلع عمل متميز. طيب في ما شاهدت، خلنا نقول يعني احنا الحين مقبلين على رمضان، لسه ما شفنا الاعمال اللي حتقدم وشي بالضبط. خلنا نقول الموسمين الماضيه الرمضانيه فيما عرض من اعمال سعوديه بالدرجه الاولى وعربيه بالدرجه الثانيه، كم نسبه الجيد الناجح منها من وجهه نظرك؟ لا انا طبعا هي بنفس المستويات اللي قبل، طبعا تتراوح بين في ناس قبل الجمهور وفي ناس ما قبل الجمهور ومع ذلك أعيد. طيب هنا مشكلة، من يضع المعيار؟ في ناس انتقدوا انتقاد كامل الجمهور، لأن الجمهور أو المشاهدين لا يعتد برأيهم،
طالما ان العمل مشى بشكل او باخر وفي هدف لتعظيم الربح، جزء اول جزء ثاني وجزء ثالث، فالشريحه الموجوده هذه الشبكه هذه هي اللي قاعده الان تكسب. وش قال الناقد وش قال طبعا الجمهور، ما لهم اي دور، ما لهم اي راي. احنا بنفرض هذا العمل وبنغطي الفتره وبنغطي وبيجينا اعلانات تجاريه وبيجينا طيب العمل. ارجع للموضوع اللي احنا بدانا فيه، من يرتقي بهذا العمل الفني؟ بالتالي بيمشي، لان كل واحد قاعد يحقق اهدافه، وبالعكس والحياه ماشيه. طيب اليوم مع التغيير اللي صاير، الاهتمام خليني أسميه بالثقافة والفنون إجمالا، يمكن هذه المرحلة هي الأكثر اهتماما إذا قسناها بالمراحل السابقة، إذا تتفق معي أو تختلف. لا أتفق. كيف يمكن استثمارها من أجل الصعود بالدراما عندنا؟ شوف الآن في دعم كامل، يعني صندوق الثقافي الآن أعلن اليوم أو أمس أعتقد اليوم في ملتقى إجنايت بدعم للأفلام بشكل مهول. عندك أيضا القنوات أيضا قاعدة الآن تتطور، قاعدة الآن تعمل. يعني إحنا نبغى هذا الدعم يكون في نتيجة له، نبغى رضا، طبعا رضا المشاهد، رضا النقاد، نبغى نكون فعلا إحنا أفضل، يعني أفضل خلنا نقول أعمال درامية تقدم، خلنا نقول إقليميا. وعلى فكرة إحنا قادرين، ما عندنا أي مشكلة، إحنا فقط الأنظمة، التنظيم الإداري أنا أقول هي الإشكالية فقط. إذا استطاعت هذه المؤسسات أن ترتقي بأنظمتها الإدارية بالمحتوى، بالعكس الممثلين والمخرجين بيكونون في بيئة صحية وفي بيئة فنية عالية، والكل بالعكس الكل يكون مبسوط. طيب يعني طيب أخيرا أستاذ رجاء، مين اللي تقترح اليوم إنه 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 ياخذ زمام المبادرة لتشريع هذا التنظيم الإداري؟ هيئة الإذاعة والتلفزيون، وزارة الثقافة، واحدة من الهيئات الموجودة في الوزارة، مين بالضبط؟ أنا يعني يمكن أقول يعني القنوات الفضائية تحديدا المعنية بشكل مباشر بالأعمال الدرامية، يعني القنوات نفسها، الام بي سي، روتانا، التلفزيون السعودي يعني، وفي أي قناة أخرى لها طبعا علاقة. هؤلاء يعني المفروض انهم يعني يصير فيه على الاقل خلينا نقول لقاء، بغض النظر على المنافسه، انا ما ادري ممكن في منافسه بينهم، قاعد احنا نتكلم بشكل انا بعيد عنهم يعني، لكن لان احنا يهمنا الاعمال التلفزيونيه السعوديه، هذا اللي يهمنا. طيب اذا بناخذ قبل ما نختم، اذا بناخذ نموذج او نموذجين على امتداد السنوات الاخيره اللي طرحت لأعمال عربية درامية ناجحة، اليوم تقول يا جماعة شوفوا هذا عمل بمعايير درامية ناجحة، إيش؟ والله ما أستطيع الآن حقيقة، لأن الآن ما تستطيع ولا تشوف إنه ما في؟ لا لا لا، فيه موجود أكيد، لا موجود أعمال، بالعكس أعمال متميزة، وحتى فيه ممثلين متميزين جدا في أعمال رائعة فجأة هبط مستواهم لأنهم راحوا مع أعمال أقل كويس. فما أقدر أقول لك يعني، لكن أنا يهمني الآن، أنا الآن اللي شغل بالي هي إيجاد أرضية إدارية، عمل مؤسساتي الدراما طبعا ترتقي، وبإمكاننا عمل ذلك. أنا بس أقول بإمكاننا عمل ذلك. سمي لي عمل واحد ناجح عشان نقيس عليه، بس نبغى نشوف إيش هو العمل ذا اللي قدم في القنوات العربية معايير الدراما عنده عالية من وجهة نظرك. والله ما في بالي، وحتى لو كان في بالي أنا ما أقدر يعني ما أستطيع أن أضع نموذج، لأن هذا يحتاج على الأقل إحنا طبعا نقارن بأعمال أخرى، نقارن بأشياء، يكون رأي شخصي، قد يكون شخص آخر يقول هذا العمل ضعيف. المستقبل كيف تقرأه؟ أنا أقرأ المستقبل نعم جدا جدا. الأجواء الآن لو جينا على مستوى وزارة الثقافة مثلا، على مستوى الهيئات الآن بتعمل بشكل كبير، على مستوى صندوق الثقافي الآن، إجنايت، هيئة المسرح الفنون الأدائية، قاعدين بيشتغلون بشغل آخر بدعم الإنتاج المسرحي، وقاعد الآن آخر مشروع عندهم يدربون 25,000 معلم في مجال المسرح. أنا أعتقد أن هذا قفزة كبيرة جدا. هيئة الأفلام الآن والدعم اللي الآن صاير، يعني أنا ما أستطيع أني طبعا أتكلم، كل وقت ضيق، لكن فيه متفائل جدا بوجود هذه المؤسسات اللي قاعدين يشتغلون بشكل جيد. الدراما اللي نحتاج انها تشتغل بشكل جيد. استاذ رجاء العتيبي شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. الله يحييك. شكرا لك. شكرا جزيلا. رجاء العتيبي يبدا بنقد لاذع جدا ويختم بتفاؤل كبير جدا ولله الحمد. في كل الأحوال يعني كل ما يطرح على طاولة يا هلا، وهذه كلمة نكررها دائما، أنه يقبل الاتفاق والاختلاف. اليوم نحن نستضيف شخص أكاديمي وكاتب وصاحب تجربة عريقة وكبيرة جدا، من حق كل من يشاهد هذه الفقرة في من المهتمين والمختصين بمشهد الدراما والكوميديا والفن لدينا أن يتفقوا أو يختلفوا ويزودون بآرائهم. بنروح إلى فاصل أول في حلقتنا، فاصل ألقاكم.